مرحبا بكم متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي في أهم الأخبار في دقيقة. في أخبارنا السياسية، رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي يؤكد إجراء الانتخابات العامة منتصف مايو المقبل. ترامب وماكرون يتفقان على مواجهة أنشطة حزب الله وإيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة. الحزب الحاكم في زيمبابوي يجتمع لإقالة روبرت موغابي من رئاسة الحزب وزوجته غريس من قيادة الرابطة النسائية بالحزب. وفاة النائب العام الإسباني الذي كان قد دفع باتجاه إجراء ملاحقات قضائية بحق الزعماء الكتالونيين الداعين إلى استقلال إقليمهم عن إسبانيا. في أخبارنا المنوعة، السلطات الأرجنتينية تتلقى استغاثة من الغواصة المفقودة. علماء روس يطورون لقاحين جديدين ضد مرض السل. الهندية مانوشي تشيلار تتوج ملكة جمال العالم.